والبرلماني عنده الحق يحضر ليه اللجان، كلا الاعضاء رسميين في اللجان، ولكن الاعضاء الاخرين يمكن مش يحضروا ويسولوا الوزير ويديروا اللي بغى. كلا المجال الثاني هي الاسئله الكتابيه، يعني جميع المشاكل عندنا الحق كبرلمانيين نسولوا الوزاره جميع المشاكل. ولكن نقول الاخوان العلاج لا الجهاز ديال الاقليم الاتحاد المحلي ولا انتم كقائمه، اليوم حنا كنهضروا ماشي برسميات، ما كاينش جهاز فوق جهاز فوق جهاز، حنا منفتحين على الجميع. جميع الملفات اللي كتهم الشان العام المغاربه بالدرجه الاولى، لانه حنا كنعتبروا نفسنا كمواطنين عايشين في هذه البلاد، واللي قاس البلاد قاسنا حنا، واللي قاس الفقراء ديال هذه البلاد قاسنا حنا، لانه حنا منهم، حنا اعداء الفقراء خصهم تخرج. حنا كيف تا وصلنا للبرلمان؟ باش تكونوا عارفين هذه القضية، حنا مناضلين في حلكم، أنا كان يمكن نكون جالس تمايا، ياك مناضل كتيب ديال القطاع، كان ناضل، كان دابز، كان فك الصباع، كذا فعل، كنديرو يعني ملي كتجي انتخابات ديال اللجان التبعية كترشحوا كل واحد في القطاع ديالو، أنا ترشحت في القطاع ديالي، أو ترشح في القطاع ديالها، أو ترشح في القطاع ديالو. لنا اعضاء اللجان التبعيه كنبدلوا القطاعات ديالنا في القطاع اللي كنشتغل فيه. كيولي انتخاب ديال هادوك اعضاء اللجان التبعيه مش بس المستشارين، خصك تكون ديليغي بيرسونيل او عضو اللجان التبعيه في الوظيفه العموميه باش يكون عندك الحق ترشح مجلس المستشارين. كيفاش دارت اللائحه اللي لقينا حنا نفسنا فيها؟ دارت اللائحه بشكل ديمقراطي، هذا الشيء خصكم تدزوا فيه انتم في الكونفدرالية، ما كاينش شي نقابة أخرى، أنا نقول لكم حتى أي نقابة، دير انتخابات في مجلس وطني ديال لا سي دي تي، وكل قطاع يعزل المناضلين ديالو، ويولي المجلس الكونفدرالي يصوت على لائحة وتعطاها الترتيب رقم واحد رقم جوج. حنا عمرنا كنا نحبوا نكونوا مجلس المستشارين، وما عمرو كان عندنا شي طموح زعما النهار اللي دينا النضال انا بديت في 86، ما عمري كنت كنقول زعما غادي نناضل وغادي نوصل مجلس المستشارين، جامي ما عمرها كانت عندي هذه الحب في دماغي، وكذلك الاخوان. دونك الممارسه الديمقراطيه داخل نقابتكم اللي خصنا نعلو على ان نحافظوا على هذه الممارسه الديمقراطيه نعزوها بالنضالات ديالنا داخل المنظمه. هاد الممارسة الديمقراطية اللي عطات لائحة، حنا بفضل هاد يعني الثقة ديال الإخوان أعضاء المجلس الوطني، والنهار اللي كانت اللائحة راه صوتوا عليا نتوما أعضاء اللجان التبعية في المغرب كله، كاين اللي ما كيعرفناش كاع، واحد العدد كبير من الناس اللي صوتوا علينا ما كيعرفوناش، مي صوتوا على النقابة ديالو. حرصنا وكنتمناو نكونوا متوفقين في هذه القضية، هو حرصنا اننا نبقاو مبدئيين نمثلوا الاجراء اللي تاقوا فينا والمنظمه اللي تاقت فينا، نبقاو هاد الثقه تكون دائما امام اعيننا، دائما هو الهدف الاستراتيجي ديالنا كممثلين ديال الاجراء. خصكم تعرفوا انه البرلمان بالنسبه للمغاربه هي مؤسسه اللي فيها الريع وفيها الامتيازات وفيها كذا، وهادشي ماشي كذوب، هادشي فيه نسبة كبيرة من الصحة، أنه هذيك المؤسسة ديال البرلمان واحد العدد كبير كيطلع تما باشي يضمن المصالح ديالو، باش يدافع على المصالح ديالو، ماشي على المصالح ديال الشعب، ماشي على المصالح الناس اللي تاقوا فيهم، ياك واحد العدد كبير كيطلع باش يقضي المصالح ويحصن المكاسب ديالو الشخصية. وكاين امثله كثيره ومتعدده والتاريخ بين على ان واحد العدد كبير في داخل هذه المؤسسه قدرنا نتوفقوا الى حد ما، وانتم عندكم الحق ديال التقييم، وكذلك كنعطيو الحق للمركزيه وجميع الاجهزه النقابيه ديالنا ديال التقييم. هذا الفريق الكونفدرالي، مجموعه الكونفدرالي داخل مجلس المستشارين، حافظت على الوجه الحقيقي ديال الكونفدرالية الديمقراطية للشعوب، وهل فعلا هذوك المنخرطين والأجراء ديال الكونفدرالية
الوزراء عامة كيلقاو يعني هذاك الفريق كيعبر على المشاكل والهموم ديالو. هذه القضية كان حنا كنفرضوها للإخوان فيما مشينا، كنطرحوها للأجهزة المقامية دير تقييم، وكنتمنى أنه يكون تقييم اللي يتبع العمل ديالنا إلى الأمام. الصعوبة ديال الاشتغال ديالنا غادي يمكن إخواني يطرقوا لبعض الأشياء، الوقت شوية ما كيسمحش لينا أنهم يجلسوا كثير، وأنا عارف القطاع الخاص والتزامات ديال الإخوان والأخوات، ولكن حنا مستعدين كما كنقولها للإخوان في كل القطاعات المنضوية في وقت السودية العلاج في المدينة مجموعة منفتحة. بالعكس حنا كنطلبوا من الإخوان، لأن هادو حنا أربعة ديال الإخوان، جوج الأخوات جوج ديال ما عندناش إلمام جميع المجالات، حنا غير مختصين بجميع المجالات، وهذاك البرلمان فيه جميع المجالات، المشاريع القوانين ديال كل شيء يدرس ذاك القبة، وبالتالي حنا محتاجين أكثر منكم، محتاجين الخبرات ديالكم، محتاجين أنكم في جميع الملفات إلى جيت نهضر على العرايش، السكان العرايش، غادي تلقى عدد كبير ديال الملفات ديال الفساد، هذه الملفات ديال الفساد، علاش كنقولوا خصنا نكونوا متمكنين فيهم؟ لأنه ملي كتكون كتحاور مع شي واحد، أنت عارف عليه أنه يحمي الفساد كيكون ضعيف قدامك، حنا ليبر. كرشنا خاوي كما كيقولوا، كنقولوا هاد السبوعه قويين، حيت حنا ما كنطلبوا حد، ما باغين نتيجة شي حد، ما باغين حتى حاجة، حنا باغين الحقوق ديال الأجراء، وباغين بلادنا ياك نديروا فيها يد الله، كيف يمكن تقفز شي خطيوة إلى الأمام؟ لأنه مع كامل الأسف جميع المؤشرات كتبين ما قليل جدا اللي باغي الخير منه. كل ما كتطلع واحد المستوى كتشوف السياسات العموميه اللي باش كتخدم كتزيد تيأس. حنا ما كرهناش حنا نكونوا يعني متفائلين ونجيو يعني نعطيكم شي حاجه باش تفائلوا المستقبل وكذا، كل شيء كيعيب علينا هادشي، ولكن الواقع راه هو هذا. انا الى عطينا التجريب حنا يمكن تزيدنا تشاءمنا ملي وصلنا لهاد المراكز ديال القرار، كتزيد تشاءمنا انه كتشوف امورات ما يمكنش تزيد بالبلاد القدام، ما يمكن الا تتاكل. وما نقولش على الاخوان سعيد جدا سعداء التواجد معكم، سامر مباشره يمكن تصنتوا عليكم ديك الساعات واحد بواحد، ما عندناش اشكال. نعطي الاخت رجاء وحساب وهي مناضله كونفدراليه اللي تشوفها في التلفزيون اللي كدير، ولكن في الجلسات اللي كتكون سريه كيعرفها حتى شي حد اللجان، واعتمدوا على انه اللجان باش غادي اللجان تكون سريه باش ما تعرفوا انتم شنو كنديروا، باش ما يعرفش الشعب شنو كيداز في داك الشيء. حنا غادي نحاولوا مستقبلا كيفاش هاد السريه اللي كيتحاكم بها الاخ حسام، لانه اول مره كنخرجوا للعالم داك الشيء ديال التقاعد، كيفاش كنا كندرسوا مع الوزاره باش نمنعوهم من وجود داك القانون، خرج فيديو مصور يسجل كيفاش كنحتجوا على دوك الوزراء اللي خليناهم باش يدوزوا داك الشيء. وبهذاك الفيديو ذاك انذار الاخ حسام اول مره في تاريخ المؤسسه التشريعيه البرلماني كيعطي واحد الانذار، ودابا المتابعه ديال الاخ حسام السرير ديال لجان تقصي الحقائق داخل في اطار الضغط على المجموعه، وخصهم يسدوا لنا فمنا. حنا ما عمرنا غادي نسدوا هذا الفم، لانه سمعنا ترى هذا الفم باش نهضروا، غادي نبقى نهضروا حتى غدا يوم القيامه. اللي بغى شي حاجه الله يعاونو. بكل الملفات اللي ممكن اننا نتعثر عليها داخل هذه
المؤسسة ودافعوا عنها داخل هذه المؤسسة وهذا الشكل ممكن يخليه الأكثر حسان يتصل فيه الأكثر. كما قال الأخ صادق المؤسسة التشريعية مؤسسة في حقيقة متغلقة على مواطنين ما كيعرفوش شنو كيوليو كيطرا فيها اللي كيعرفوا هو الحصة الزمنية اللي كتكون في التلفزيون نهار الاثنين بالنسبة للجلسة النواب ونهار الثلاث بالنسبة للجلسة المستشاري واللي كتختصر على طرح السؤال جواب تعقيب إلى آخره وكتشوفوا الأشياء كيف كتكون. اللي خصو المواطنين ديالنا يعرفوا هي جميع أولا جميع القوانين اللي كتدوز لأن البرلمان الهدف الأساسي أو في الأهداف والمدى ديال الأهداف المسطرة من خلال الدستور هي المراقبة ديال العمل الحكومي تقييم السياسات العمومية والتشريع هادو هما جوج ديال المهام المربوطة بالبرلمان البرلمان خاص البرلمان بوظيفتين يعني مجلس النواب ومجلس المستشارين. بالنسبة للمراقبة جزء منها هو اللي كتشوفوه من خلال جلسات عامة من خلال الأسئلة كتكون إما شفوية أو نسبية. بالنسبة لتقييم السياسة العمومية هي اللي كتشوفوا أيضا واحد الجزء منه هو اللي كنقولوا كيكون حتى هو في الجلسات العمومية في التلفزيون فاش كنقولوا كنسألوا رئيس الحكومة حول قطاع معين أو لا تدبير سياسة معينة في قطاع معين. بالنسبة للتشريع هو الحقيقة المهام الرئيسية ديال البرلمان هي التشريع. في الحقيقة نقدر نقول لكم من خلال التجربة ديالنا اللي عدت تقريبا من أربع سنوات من خلال التجربة ديالنا هو يفترى على البرلمان التشريع لأن المفروض أن الحكومة دير مشروع وحتى البرلمانيين ديالهم أنهم يقدموا مقترحات لأن كيتبدل الترمينولوجيا التسمية كتبدل إلا جاتو الحكومة كيتسمى مشروع إلا جاتو البرلمانيين كيتسمى مقترح ثاني. المهم هو ان اللي تعرفوا بان المشاريع كتجيبها الحكومه وكتنزلها البرلمان باش يصرف عليها المقترحات اللي كنقولوها اللي كتجي كمقترحات من البرلمانيين كتتحط في الرفوف في اختيارات حتى كتشطبهم شي نهار كيديروا في الصداع المقترحات البرلمانيين ما كتاخذش بعين الاعتبار ما كيتمش البرمجه ديالها في اللجان باش تناقش كيحركوا شي قانون شي مشروع شي مقترح او جوج كنعتقد في التجربه هذه كامله ما غنخرجوش من بلاصه المهمه بجميع اللجان كاع السته ديال اللجان المستشارين بجميع اللجان كما نقولوش من بلاصه ثلاثه ولا اربعه اش صحيح حتى في اللجنه ديال التعليم انا في اللجنه ديال التعليم الشؤون الثقافيه والاجتماعيه اللي فيها شي 9 من 10 ديال القطاعات اللي كنقولوا على التعليم والصحه والتضامن والمراه والثقافه والانتصار كله كنظن بزاف يمكن جوج ديال المقترحات القوانين اللي كانت اصلا جايه من جهه هو من فتره زمنيه سابقه يعني ماشي كانت حطات بشكل يعني في الثوره او في خلال البدايه هذه هذه القوانين بشكل عام المشاريع والمقترحات بشكل عام قبل يدوزوا للجلسه العامه اللي كيتنزل عليها التصويت وكتسمعوا انذاك في بعض المشاريع او حتى في نشرات الاخبار بان تم التصويت بالاجماع ولا بالاغلبيه ولا بهذه ولا وخصوصا جرائد التي تركز على العادات شحال ديال العدد البرلماني اللي كيصوتوا ضد ولا مع ولا في الامتناع هذا كيبدو وجوبا عبر اللجان وهذا الشيء من بين المهام ديال اللجان لان البرلمان هذه الجلسه العامه هي تتويج العمل اللي كيكون داخل اللجان عمل اولي كيكون داخل اللجان وهذا العمل اللي داخل اللجان يرفض لحد الساعه صانع القرار في البلاد باش المغاربه يطالعوا على ما يكون هناك لان تما كيوقع كل شيء اما الجلسه العامه شيء روتيني يعني صوره مستقره بسيطه جدا حنا عندنا كدوز في ممكن تدوز ربع ساعه نصف ساعه مشروع قداش شي حاجه مؤقت واحد مجموعه من الاشياء ممكن يمشي في الحياه المغاربه ومصالح المغاربه والاشياء والاخرى وبالتالي العمل في اللجان والعمل اللي هو المفروض انه يتابع من طرف المغاربه باش يعرفوا حتى اللي صوتوا عليهم واش فعلا يقومون بالمهام اللي صوتوا عليهم على خلاف للاسف يرفضوا انهم يروجوها والدليل على ذلك في اللجنه الماليه الاخ حسان اخذ انذار هذا يعني انذار تنبيه سابقه في البرلمان المغربي علاش هو ما نشر حتى حاجه بل شافوه يتحدى لان غلقوا القاعه وخرجوا الصحفيين كلهم رفضوا ان الصحافه تحضر للنقاش اللي كان حول
ثلاث مشاريع قوانين الاهداف المؤثره للتجديد والنفر، ما سمي اصلاح التقاعد الذي في الحقيقه وافساد التقاعد ديال المغاربه فيما يخص القطاع العام. وبالتالي داروا لي بانه فقط اراد تنوير الراي العام، هو غير قال انا غادي نشر، هو ما نشر حتى حاجه، غير قال لهم انا غنصور، بما انكم منعتوا الصحافه من الدخول ومتابعه النقاش، خذ التليفون ديالو وقال لهم انا غنصور وغادي نعطي الصحافه هذا الشيء. فمجرد هذه العمليه هذه ما نشر حتى حاجه، رسلوا الفيديو. وبطبيعه الحال من بعد انتم عارفين متابعين المحاكمة ديالو يوم الاثنين، كانت جلسة أخرى أو تأجلت، كانت مسلسل آخر أو حلقة أخرى من هذا المسلسل المكسيكي درامي اللي نحن كنعيشوه في الرياضة. أنا تعمدت نظرتهم عن الهجن لأن الهجن هي الصراع الحقيقي، وكنت عارفوا الإخوان والأخوات أن مثلا خصوصا الموظفين اللي عارفوا أو نسمعوا مؤخرا ما يصطلحوا عليه التغطية الصحية للوالدين، فخطبوا في الكونفدرالية هما اللي وقفوها من 2016، وقفناها ووجهنا الأحمر وكنعرفوا على شنو خدمنا. حنا مستعدين نشرحوا للناس لأن هذا هو نعطيكم أسباب الحصول. هاد التغطية الصحية للوالدين قطاع عام وقطاع خاص كانت من ضمن النقابات. لما تم سن القانون التغطية الصحية 2005 اللي خرج في الجريدة الرسمية 2005، خرج واحد المادة 5 من هذا القانون اللي كتقول بأن من يعني ماشي حرفيا ما مفاده اللي عنده الوالدين ديالو أب للأسف الحكومة المتعاقبة من 2005 إلى 2016 ولا كلام على الموضوع. سنفاجأ في 2016 في إطار الحملة الانتخابية اللي كانت كتعملها حكومة الكيران، لأن كنا على أبواب في جويلية 2015 شهر 7 2015، غادي يجيبوا لنا الحبر اللي يجي في بعد يلاه سلاو عليه في المجلس الحكومي، وغيجيبوا لنا هو غير مبرمج للجنة اللي أنا عضو فيها، وغادي يكون لنا غادي يدوزوا في مادة فريدة بتعديل مادة 5 اللي كتقول بأن اللي عنده الوالدين ديالو ممكن يتقدم بطلب ويتكلف هو المصاريف. باش المادة فريدة اللي غادي تسن لنا بأن هذا التغطية الصحية ستصبح إجبارية لجميع الموظفين القطاع العام ومتقاعد القطاع العام. أقصي القطاع الخاص وكأن ما عنده الوالدين، هذه أولى، هذا حيف الدستور اللي كيقولوا المساواة في الدستور، هذا هو الحيف الأول، هذا تمييز ضد شريحة عريضة من المواطنين اللي كيشتغلوا في القطاع الخاص. إلزام جميع الموظفين ومتقاعدي القطاع العام اللي غادي تكون عندهم اقتطاع اضافي اوتوماتيكي غادي يولي جميع اللي عنده مثلا واحد اللي عنده موظف شباب مثلا عنده والدين او ما عندوش، هما طعام خمسه جوج ثلاثه ديال الموظفين من الجميع غادي تختار، حتى اللي عنده الوالد ديالو او الام ديالو عنده التغطيه او موظف هو او شي حاجه كل شيء غادي تختار. الا كان نعطيكم واحد الصوره شي شويه، الوالد والوالده خدامين في القطاع العام، عنده مقعد الوليدات بناتهم ولاد خدامين في القطاع العام، سيتم اقتطاع لسته ديال الاشخاص ولن يستفيد اي احد منهم لانهم كلهم عندهم التغطيه. حاجه وحده الحاله الوحيده اللي غادي يستافد شي واحد الا ما كانش عنده واخا، والحاله الوحيده هي اللي يكون عنده الرابط غادي يحيدوا من الرميد ويجيبوا لهاد التغطيه، يعني هما باغيين يحلوا مشكلتهم، هما دخلوا عموا الرميد يعني قرار سياسي، لان الرميد قبل 2011 كان كيتجرب في جهه تلتا اصيله في ميلا بالضبط، كان في مرحله تجريبيه واش هذا الرميد غادي يصدق ولا ما يصدقش، ولا كان غادي فيه شي مشاكل كيفاش غادي يحلوا هاد المشاكل. بطبيعه الحال الكل كيعرف حركة 20 فبراير والاحتجاج الشعب المغربي الاحتجاجات عارمة ومطالب المغاربة آنذاك بالكرامة والعدالة والعدالة الاجتماعية وإسقاط الفساد، آنذاك تم قرار سياسي، جاء قرار سياسي من آلة سلطة البلاد بتعميم الرميد على الجميع بدون أخذ بعين الاعتبار الفوزابيليتي، هل سينجح هذا الموضوع أم لم ينجح؟ اللي وقع والإخوان
اخوان من الاخوات اللي في قطاع الصحه وكيعرفوا هذه المساله هذه، وان اثقل كاهل المستشفيات العموميه بواحد يعني المرضى كثار اللي ما كيتش واحد كيخلص عليهم، في حين ان المستشفى العمومي مطالب بان حاجه مابقاتش مجانيه بالنسبه للصحه، كلكم عارفين ما كايناش المجانيه، كاين المجانيه في برامج معينه اللي كتقولها المنظمه الصحه العالميه وبعض الامم المتحده ومجموعه ديال الصناديق العالميه، اما المجانيه اما الحكومه ما البلاد ما عندناش مجانيه، بالتالي هذاك السبيطار اللي المفروض كان كياخذ الفلوس من المواطنين، جابوا له واحد الشريحه من المواطنين كيقولوا له غادي ندير لهم نفس يعني الخدمات الصحيه، ولكن ما غايأديوش. شكون اللي غايأدي؟ غايأديو شي نهار كثير من المستشفيات ما كان حتى شي واحد يأدى لهم، كيعيشوا العجز الى يومنا هذا. بالتالي غير هذا باش يحلوا هذه المشاكل ديالهم، اضافه للرميد التوقع اللي كان عندهم هما غادي يكونوا مستفيدين 8 مليون في المغاربه، 8 مليون في المغاربه كانوا كيتوقعوا ان الرميد فيه جوج الشرائح المستفيده، فيه اللي عندهم الفقر واللي عندهم الهشاشه، على اساس ان اللي عنده الفقر غادي يكون مجانيه كامله، واللي عنده الهشاشه غيكون عنده واحد يعني واحد المساهمه نسبيه بسيطه. اللي غادي يلقاو شنو غادي يلقاو؟ غادي يلقاو ان المعادله تقلبات، ان اللي عنده فقر هو اللي كثير، وانها وصلت مؤخرا يعني ارقام رسميه ماشي حنا اللي جبناها، ارقام رسميه 12 مليون مغربي، هذا ما معناه تقريبا 12 مليون مغربي يعانون من الفقر المدقع، هذا ما معناه ان هذه الخطابات الرنانه ديال ان الفقر كان مقصور وما عرفتش شنو ما كايناش، ان الفقر يزداد ماشي كينقص، ان نسبه الفقر في المغاربه راه كبيره جدا، وهذا المفروض انه يستوقف هذه الحكومات والسياسات اللي كنتكلموا عليها ونشوفوا الحل شنو هو. بدل هذا الشيء اش تنقولوا احق كاين تحايل على هذا النظام، وكاين الناس اللي ما عندهمش الحق يستفيدوا من هذا النظام وكيسجلوا راسهم في هذا النظام، يعني دائما كيف ما هما كيديروا هذه ديالهم، ومن يتحمل المسؤوليه المواطنين بجميع فئاتهم كل مره كيجيبوا الحاجه. نبغي نتكلم ايضا وقت يشوف بزاف، ولكن حنا هنايا منفتحين على تساؤلاتكم، لان حنا هنايا باش لقاء مفتوح، بالتالي حنا جينا هنا غير كنعطيكم افكار، ولكن انتم اللي المفروض انكم تساعدونا وتقولوا لنا شنو بغيتوا منا نعطيكم. ولكن بغيت نتكلم لكم ايضا على اننا بديك ان كاين قطاع خاص كثير، بغيت نتكلم لكم على الاشياء اللي ناقشناها وخوتكم في الكونفدراليه داخل المجلس كانوا متحمسين وساهمنا في نقاشها كثير، هي التغطيه الصحيه والتقاعد للمستقلين. هادشي في اطار هو الاطار بغيت نقول لكم هو اللي جا ضاري ان كاين مشكل ديال الصحه، كاين مشكل ديال الصحه عند المغاربه. البنك الدولي اش كيقول؟ البنك الدولي حنا ما نتفقش مع البنك الدولي وسياسه البنك الدولي، ولكن حنا كنقولوا شنو كيقول البنك الدولي باش تطبق تعاون تطبق الحكومه. البنك الدولي كيقول بان خصنا نديروا تعميم التغطيه الصحيه، اش كيسميوها التغطيه الصحيه الشموليه، واخا كنا نديروها. عندنا الاجراء قطاع عام قطاع خاص عندهم التغطيه الصحيه لامو الاجباريه. عندنا رماد بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الامكانيات، وعندنا بطبيعه الحال واحد الشريحه كبيره اللي ما عندهمش هو اجير كيخدم راسو بحال قال الطاكسيات بحال المقاولات الصغيره بحال هذه او حتى مقاولات كبيره، حانوت اطباء مهندس محامي كل هاد الناس هادو اللي ما عندهمش كيخدموا عند شي حد كيخلصهم في اخر الشهر ما عندهمش تغطيه صحيه، اذا خصنا حتى هادو نديرو لهم تغطيه صحيه، وبالتالي هادشي كله انا علاش كنقول لكم البنك الدولي لان الهدف الاساسي شنو هو؟ الصحه عندها ثمن، من سيؤدي؟ حنا كنأديو من خلال الضرائب، حنا كاملين كنأديو من خلال الضرائب، ولكن هادشي هذا ما كافيهمش من الضرائب دايرين ونجيبهم ما عرفتش كيديروا بهم، اشنو خاصهم؟ خاصهم حتى هادشي الخدمات الصحيه رغم اننا كنأدي الضرائب شي حد اخر خصو يخلصها، اذا غادي يخلصوها هاد الناس هاد المواطنين كاملين باشكال مختلفه، كل واحد دايرين له الفورمول ديالو اللي يقدو على قياسو كل واحد. وهاد انا درت لكم على التغطيه الصحيه وتقاعد المستقلين هو من حيث المبدا شيء جميل، لا يعقل ان الناس ما عندهم تغطيه صحيه، لا يعقل ان هذا الانسان هذا اللي يكون اللي يطيح في عائقه يعني صحيه او لم يخرج تقاعد ما يلقاش يعني ما يبقاش كان في العمل ما يلقاش باش يعيش حياه كريمه او باش يدير ياخذ خدمات صحيه. ولكن اللعب فين كاين؟ اللعب كاين في المناصب
المراسيم السباقية مرة ثانية، موضوع المراسيم السباقية هاد الشرائح هادو شرائح مختلفة جدا ومتنوعة جدا، كاين اللي كيتخلص مزيان كيربح مزيان في آخر الشهر وكاين اللي كيربح شي حاجة قليلة. هما بغاو يجمعوهم فئات ويحاولوا يديروا على كل فئة فئة واحد الاتفاق على شنو غادي يكون السومة المرجعية اللي غادي يكون هي اللي غادي يخلصها الفئة. الإشكال اللي بحد الساعة اللي توصل للأصداء اللي وصلتنا حنايا بحد الساعة هو أنهم كيفرضوا مبالغ خيالية لا طاقة لهاد الناس بها، وبالتالي كيعجزوهم قبل ما يوصلوا للطريقة هذه، علما أن تم تقارير دولية تقول لك بأن تقارير رسمية تقول لك تقريبا 50% رغم هادشي الفلوس اللي كنخلصوا في المستشفيات وفي الصحة وفي الكلينيكات وكل شيء تقريبا 50% حنا كنقولوا تتجاوز 60% ديال المصاريف العلاجات الصحية اللي يأديها المواطن حتى الساعة من جيبه، واخا هذاك اللي عنده تغطية صحية حاليا كيخلصها من جيبه. ملي كتشوف الفرق ما بين داكشي اللي كتحملو مثلا التغطية الصحية في صندوق المعني بالامر وما بين داكشي اللي كتولي تخلصو انت كفور، فهذا فرق في الكلينيك او في المستشفى، هذا فرق في الدواء، هذا فرق في التحليلات، اكثر من 60% كيأديها المواطن من جيبه. بالتالي هذا خطر جدا، لان هذا كيخلي الانسان في عائقة مالية أو مادية أمام المرض، شيء اللي ولا البنك الدولي علاش كيركز على هذه المسألة، لأن المرض يعيق الإنتاج، اللي مريض ما كيمشيش يخدم، وبالتالي هو الهدف الأساسي ديالو، هو الإنتاج يستمر، هو عنده غرض بلاد اللي مرض ولا ما يمرضش، ولكن هذاك البلاد كيخدم له وكيدخل له الفلوس، وبالتالي خصو هذا البلاد يبقى صحيح باش يشتغل، هذا هو العجز ديال البنك الدولي، ولكن البنك الدولي يخدموه أو اللي كيسيروه بالخيوط ديالو هما أصحاب الأموال الرأس مال العالمي هو المتحكم في هذا. في الحقيقة كثير كاين ما يتقال، ولكن أكتفي بهذا القدر لأنني طولت، وحنا كنبقاو مفتوحين على جميع التساؤلات والأسئلة. مدينة العريش اللي كتشهد بحالها بحال مدينة القنيطرة بحال مدن مغربية أخرى انتحاقات جديدة بالكونفدرالية الديمقراطية الصومالية. انتحاقات جديدة ما جاتش غير هكذا، وجاوا الناس كينتحقوا بالكونفدرالية الديمقراطية الشغل، جاوا لأنهم لمسوا بأن الكونفدرالية الديمقراطية الشغل في الآونة الأخيرة تعيش عودة جديدة للدفاع على مطالب الشعب المغربي، للدفاع على الكادحين والكادحات. رفضت وكان الموقف ديالها ديال رفض التوقيع على الاتفاق الأخير ديال الحوار الاجتماعي هو الشرارة التي أيقظت عموم الأجراء المنخرطين في بعض النقابات الأخرى وغير المنخرطين ليلتحقوا بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل. فلذلك نحن سعداء جدا بالتواجد معكم، لأن إخوانكم ألغونا أنه أيضا مدينة العريش فيها هذه الانتحاقات. إذا تحية نضالية لإخواننا المنتحقين الجدد، وتحية نضالية أيضا لإخواننا الكونفدراليين القدامى في الكونفدرالية الديمقراطية الشغل والقابلين على الضم. احنا في مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية الشغل بطبيعة الحال لبينا دعوة الحضور من دون ترميم. احنا أكيد دايرين برنامج ديال التواصل مع قواعد الكونفدرالية ومع المواطنين على الصعيد الوطني. راه كانوا الاخوان كنا درناه في مكناس، وكاين عندنا مدينه اخرى اللي كانت قبل منكم، ولكن ملي الحوا علينا الاخوان سبقناكم على المدينه الاخرى. علاش؟ لانه من بين الاشياء الايجابيه واللي كنتميزوا بها حنا كنقابيين متواجدين في واجهه دستوريه اللي هي البرلمان، هو اننا عندنا المناضلين ديالنا على الصعيد الوطني، وانه اي قانون كيجي وفي كل القطاع اي قانون كيجي كنتفقوا مع الاخوان ديالنا كيعطيونا المعلومات، وملي كنكونوا في المجلس المستشارين في البرلمان كيبقاو هذوك البرلمانيين الاخرين كيتعجبوا كيف هاد الناس كيعرفوا كل شيء. لا احنا ما عارفينش كل شيء، ماشي احنا هو كل شيء، ولكن لان لدينا امتدادات على الصعيد الوطني، داكشي علاش كنكونوا في المستوى وكنناقشوا كندافعوا عليه.
كيفما قال الاخ الصادي، احنا ملي طلعنا للبرلمان كنا كنقولوا واش اللي طلع للبرلمان كيبقى نيت على المواطن كيفما كيعرفوا المواطن، ولا كيعطيهم تما شي حاجه اللي يقولوها كيتقلب. فبقينا كنقولوا القضيه خصنا نتعدلوا، وآلينا على انفسنا اننا نبقاو هادو المناضلين دوك المواطنين اللي يبقاو على اتصال مع الناس. راه البرلمانيين انتم كتعرفهم من نهار كاين تنداخل كيمشي في حالاته، باغي حتى حد كيشوفو حتى يجي الانتخاب. حنا العكس هو الصحيح، حنا في اتصال دائم، واللي عيط علينا كنمشي وكنستقبلوا المشاكل ديال الناس من غير الوزراء. حتى المواطنين العاديين الان كيتصلوا بينا كيقولوا لنا عافاكم راه عندنا شي مشكل طرحوه لينا. وهذه هي الميزه ديالنا. حنا ملي الله طلعنا للبرلمان ديك الساعات كان رئيس الحكومه السابق السي عبد الاله بكير جابوه في اول جلسه للاسئله ديال رئيس الحكومه قيم السياسه العموميه، كان نهار 3 ديسمبر 2016 من جراء عقري، وكان من سوء حظي ولا من حسن حظي انني اول واحد غادي يسائل من الاعضاء ديال المجموعه. وكان ديك الساعات مطروح المشكل ديال المحروقات اللي زاد عليهم، كان زاد في الاثمنه ديال المحروقات، المازوت زاد في المازوت ديك الساعات. وطرحت عليه قلت له انتوما قال بان راه المازوط غيبدا يطلع ويهبط، قلت له المازوط راه طلع والناس زاد عليهم وكيفاش غادي يعاود يرجع يبقى شي ينخفض لهم. فكان طرح المشكل ديال الطاكسيات وقال لي راه هادوك صحاب الطاكسيات رانا كنعرفهم. قلت له السي بكير انا تزايدش علينا، حنا كنشتغلوا معاهم وكنعرفوا المعاناه ديالهم وكنعرفوا اش كيدير. المواطن كيعاني لانه تزاد عليه، ومول الطاكسي كيعاني لانه حتى هو تزاد عليه المازوط اللي كانت كتبقى ليه في لاروسات زديتي عليه بزياده ديال المازوط، ولا كيخصو في العشيه يدير الروسات ويدير المازوط ويمشي لدارو خاوي الوطن. ايضا قلت له بانه المعاناه ديال المواطنين انتم ما كتعرفوهاش، حنا في احتكاك مع جميع الفئات ماشي غير مع صحاب الطاكسيات ولكن ايضا مع جميع الفئات ديال المواطنين. والسيد اللي كان كيشري الخضره ببطاطا او المطيشه ب 50 ريال في يوم راه كدير 70 ريال ولا 60 ريال، من بعد غادي يجيب لنا الاثمنه وغادي يقرا علينا البنان بشحال وهذه المطيشه بشحال والسردين بشحال. جا التلفزيون جاوب وكيقول بان الاثمنه راها ما تزادش. اليوم من بعد هذه المده كلها تأكد بأنه داك الشيء اللي كنا كنقولوا هو اللي صحيح، وبأنه هذا السيد والحزب ديالو اللي صوتوا عليه المواطنين باش يحارب الفساد ويحل مشاكل المواطنين، العكس هو الذي وقع، الفساد استشرى والمواطنون يكتوون بنار الأسعار بنار كل شيء من الإجراءات اللي دار. المضطرين مشى الناس سرقوا الصناديق ديال التقاعد، هو جا قال لكم بغا يدير الاصلاح ديال التقاعد. سولتو غادي نرجع عاوتاني لهذا الشيء ديال السريه، قال لي راهم تيحاكموني دابا على السريه. كاينه في التقرير، كاينه في التقرير دايزه. قلت له السي بن كيران واش انت كتعرف الوضعيه ديال هذا الصندوق اللي غيدير؟ قال لك انا ما كنعرف والو، قالوا لي راه فيه مشاكل و 2021 الموظفين ما غيبقاوش يتخلصوا وانا غندير الاصلاح. قلت له واش انت عارف شكون اللي نهب هذا الصندوق؟ شكون اللي كلا الفلوس ديال كيفاش؟ ناس ياكلوا الفلوس ديال الصندوق وناس اخرين يجيو يخلصوا. قال لك انا كنتيق، قالوا لي راه ما غيكونش باش تخلص ودرت الاصلاح. وانتم كتعرفوا الحكايه ديال الاصلاح. جاب هذا الشيء ديال الوالدين اللي تكلمات عليه الاخت رجل، قال لك الموظفين بعدا صحاب القطاع الخاص حيدوهم، راه قالتها الاخت. ولا كاين لانه حنا محبسين هذاك القانون، دابا انا والديا ميتين كيخصني نخلص عليهم واخا هما ما كاينين. انا وخوتي عندي 3 اخوات موظفين.
ولكن عندي بنتي عندها 21 عام ما استفدتش من التغطيه الصحيه. هذيك دابا اربعه ديال الموظفين خدامين وباهم حتى هو خدام وعندو التغطيه الصحيه خاصهم يخلصوا واخا با. وقال لك سيدي حنا رفضنا التغطيه الصحيه للوالدين لاننا حنا متقين الوالدين. نقول له لا سيدي حنا ماشي متقين الوالدين، حنا مرضيين الوالدين، ولكن لانكم غادي تسرقوا المواطنين ما غنخليكم. بالاضافه لواحد العدد ديال الامور اللي كنلقاو اللي وصلنا حنا مواجهه مع هاد الناس. فانا في اللجنه ديال الماليه واحد النهار قانون الماليه كل عام كيجيبوني، فجابوا لينا قانون الماليه. قال لك اسيدي في البدايه ديال السنه غادي نفرضوا شي ضرائب. فدخلت قلت لوزير الماليه الصالح، قلت له غادي ما دخلش السريه ليلي عليها غادي تسير ليا، لانه هادشي ما كيبغيوش يوصل للمواطنين. حنا بالعكس غادي نوصلوه مهما كلفنا الامر، لان الناس اللي عارفين الشيء. قلت له انتم راكم ما كتحسوش بالمواطنين، المواطن اللي كياكل الخبز وتيه راه ما كتحسوش به. قال لي يا سيدي راه حتى انا كناكل الخبز وتيه وزيت العود في الصباح. قلت له انت كتفطر بالخبز وتيه وزيت العود؟ قال لي هذي. قلت له قول لي شحال كيدير الليترو ديال زيت العود؟ قول لي شحال كيدير الكيلو ديال اتاي؟ فبهت الرجل ولم يستطيع الاجابه. ما تزير ما عرف اش يقول. قال له كاع هذا. شكاو بينا المركزيه قالوا لي قول لي يا هذاك الشيء ديال التقاعد ديال الخواص. جابوا القانون، راه تكلمت عليا الاخت رجل. جابوا القانون حنا صادقنا عليه، حاولنا نحسنوا صادقنا عليه. مشى بمن بداو؟ مشاو لعند الاطباء ولعند لي نوتير والمحامي والناس اللي محتاجين التغطيه الصحيه والتقاعد ديالهم من دابا. هما اللي الحوان، صحاب الطاكسيات، صحاب الكاميونات، صحاب القطاعات المهن الصغرى، هما اللي محتاجين. مول الطاكسي اليوم يخدم 20 عام 30 عام في الطاكسي يمشي يتلاح ما عندوش اللي يجيب له طرف ديالو. الحانوت كيبقى خدام في الحانوت حتى يعواج ظهرو وكيحل مشاكل المواطنين. كلشي المواطنين دايرين عنده الكريدي، ها اللي ما عندهاش الراجل داير الكريدي، ها الموظف اللي عنده اللي مقفره كريديات كيدير له ترا الشهر، ها كلهم هو هذا هز المغاربه كلهم كيخدم حتى يعواج ظهرو. النهار اللي يتلاح مسكين الا ما عندوش بلادو اللي يقوم به ما كاينش اللي يقوم به. حنا كنقولوا اياه حتى المهن اللي مقاده الاطباء ولي نوتير والمحامين حتى هما، ولكن هادو راه دايرين بعد التقاعد ديالهم. اراو شوفوا لينا ديال البوفريا اللي ما عندهم والو، انتم غادي تبانوا مع هذوك اللي عندهم ديجا. فلذلك حنا كنلقاو ريوسنا دائما في مواجهه مع هاد الناس، لانهم تعودوا سماع خطاب وردي كيقول لهم يا راه كلشي زوين وراه العام زين. حنا في الكونفدراليه الديمقراطيه الشغل اهلينا على انفسنا وقلنا غادي نقولوا الخطاب الحقيقي النابع من رحم الشعب المغربي، وغندافعوا على المغاربه وغندافعوا على الوزراء وغندافعوا عليهم بكل ما يملكون وكل ما بكل الثمن اللي مستعدين حنا نعطيه، لاننا حنا مغاربه وكنعرفوا المعاناه ديال المغاربه. حنا جينا من عند الوزراء، ما جيناش بالمال الحرام وما جيناش لانه كيقولوها لنا، كيقولوا لنا راه انتم بوعدكم هذوك النقابيين انتم اللي جايين ما عطيتوا لا ريال لا جوج. حنا الحمد لله جينا، حنا كنقولوها لكم، انتخبنا في البرلمان وما خسرنا من جيبنا ريال. فلذلك حنا غادي نبقاو مرتبطين بالقواعد ديالنا وغنبقاو متواصلين مع القواعد ديالنا وغنبقاو ندافعوا على القواعد ديالنا وعلى الاجراء وعلى المغاربه جميعا، لان الاغرياء ما كانش كيدافع عليهم. ما نطولش عليكم بزاف، حنا في الحقيقه هذا لقاء تواصلي، ما بغيناش نكثروا عليكم بالمشاكل، جينا ايضا باش نتواصلوا معكم باش نسمعوا لكم باش نبلغوكم ايضا المعاناه ديالنا.
راه الخدمه في البرلمان ماشي سهل. اللي معروف اللي باغي يخدم بطبيعه الحال، اللي معروف على البرلمانيين كيجيو كيناكسو. احنا راه حنا اربعه، راه قال الاخ الصادق، وكاينين سته اللي جانبين معنا كنشتغلوا بشكل مستمر. وكنستغلوا يمكن في هذه اللجنه وكتسالي منها وكتشتغل في اللجنه. علاش؟ باش حنا ديك الامانه اللي وضعتوها في عناقنا نقوموا بها كما يجب من طبيعه الحال قدر المستطاع. راه يمكن ما نتمكنوش، يمكن ما نديروش كل شيء داك الشيء اللي في بالكم، ولكن نكونوا متاكدين اننا واضعين دائما نصب اعيننا مصالح ومكتسبات وحقوق ومطالب الشعب المغربي وعلى راسه الطبقه العامله تاع المغرب. تحيه مجدده للرفيقه والرفيقين اللي حاولوا انهم يوضحوا الصوره على فكره، الصوره ديال صعوبات العمل الغفير. واحد القبه اللي كتعرفوا كي دايره، القبه اللي لا بغينا نقولوا هو مجلس يحاول اصحابه توجيهه لخدمه مصالحهم، ولكن بصدقيه المناضلين دائما كتخرج منهم واحد مجموعه ديال المواقف اللي كتفضح ما يدور داخل هذه الكلمه. الاخ عبد الملك ممثل التاكسيات، تحية نضالية عالية، تحية للمناضلات الكونفدراليات، تحية للمناضلين الكونفدراليين، تحية لقادية ممتدة من النضال المغربي والواعدة بالأمل. باسم مكتب قطاع السيارات الأجرة الصيف الثاني بمدينة العرائش، نحيي عاليا النضال النقابي الحر في الاختيارات الديمقراطية. نعتبره مدخلا اساسي من اجل المغرب الكرامه والعداله الاجتماعيه والقطاع الدينامي المرتبط بالخدمه الاجتماعيه في عمقها. فاننا نضالنا لا يقتصر فقط على المطالب الماديه والتي هي جماع نضالنا في شقيها الاجتماعي، وإنما يتعداه إلى النضال الديمقراطي يصب في مغرب الكرامة. وحتى نضعكم في السياق بصورة واضحة، فإننا إن ارتبطنا بقطاعنا والذي ينغل بمعاناة لا حدود لها، فإن كرامتنا تمتد بالحراك المغربي لنظامه اقتصادية واجتماعية وسياسية، وهو الطريق الذي رسمناه برؤية ونضال وعزيمة ويقين. هذه الرؤية هي التي دفعتنا إلى انسحاب من نقابة كنا نمارس فيها، إلا أن تلك الممارسات غير نقابية تصطدم بوضع داخلي غير ديمقراطي. ولا تتوفر فيه أدنى فروض النقاش الحر، مما دفعنا إلى مغادرة بحثا عن فضاء نقابي أرحب، ليستقر قرارنا على الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لكونها نقابة عتيدة ذات تاريخ مشهود، ولكونها كذلك تتوفر على مناضلين حقيقيين همهم الدفاع عن حقوق الإنسان، وبالأخص ما ارتبط منا بالحقوق الشرفية. وإن نضالنا هو نضال من أجل مغرب كل المغاربة، نضال من أجل المغرب الديمقراطية وحقوق الإنسان. تحية نضالية، تحية نضالية. وكذلك نحيي الحضور الكريم، ونحن
مع الاخ اللي قال له مشي ديال السياره الاجره اللي تعرض للتعسف ثلاثه ديال الاشخاص يعني قتلوه ما خلاو فيه ما يتشاف وعلى اجرها انتقل الان الى مدينه الرباط من اجل العلاج. نحن نتضامن مع الاخ اللي وقع هذا المشكل وشكرا جزيلا وتحيه لبالي وتحيه للاخوان. باش ما نزيدوش نطولوا عليكم، إذا كانت تساؤلات حسب ما قال الإخوة إذا عندهم شي رغبة وشي تساؤل مثلا يطرحوه على المناضلة ولا المناضلين فهم عندهم السطح ديالهم واسع يسألوكم، مرحبا بكم.